الآن يتابع هذه المجموعة، يعرف أهمية هذا اللقاء والتنافس القائم بين الفريقين. هذا أمر يعطي لقاء اليوم أهمية كبرى في إطار دوري أبطال أوروبا. دقائق منتظرة تصنع بداية البث المباشر لهذه المباراة المنتظرة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا اينما كنتم. نلتقي اليوم في ليله طقسها جميل هنا في ملعب المباراه. محدثكم فارس عوض من كابينه التعليق، ولقاء اليوم ياتي ضمن مرحله المجموعات في بطوله الشامبيونز ليج. كل المعطيات تشير الى اننا بانتظار مباراه على اعلى مستوى. البارسا يبدا بقوه في دوري الابطال وحقق انتصار الاول في الجوله الاولى من دوري المجموعات. فوز أول في الجولة الأولى وثلاث نقاط في رصيد الفريق تجعله يدخل مباراة اليوم بأريحية كبيرة وعينه على الاستمرار في تحقيق النقاط. فرصة للتقدم في المباراة، كرة بترجع عند الحارس. ألفارو موراتا، رمية تماس لصالح برشلونة. ليونيل ميسي، ما زالت الكرة عند ميسي. ضاعت الكرة من ليونيل ميسي. مباراة كبرى منتظرة من يوم سحب قرعة دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا. الكل يعرف بأن هذين الفريقين هم الأفضل في هذه المجموعة. العيون تتابع في كل مباراة. الجميع تدخل خاطئ وبالتالي صافرة، ممكن يكون فيها كارت أصفر. الحكم يعرف من البداية بأنها مباراة صعبة، بطاقة صفراء أولى مبكرة قد تؤثر على أداء اللاعب في سير المباراة. سامي خضيرة، ألفارو موراتا، ملعوبة إلى ديبالا. ديبالا مر فيها، ديبالا بيعدي. استخلاص الكرة في مناطق الخصم، بعيدة جدا عن المرمى. تسديدة افتقد فيها اللاعب للتركيز للدقة، ركز فقط على القوة. ألكساندرو، الأفضلية عند المهاجم، مر فيها من المدافع في هذه اللقطة. ديبالا بيلعب لكرة عرضية. يا رباح على الكرة، يا هي فرصة ضاعت. التوفيق في اللقطة الماضية، شوف الباكورد، شوف المهارة، كل شيء كان حلو إلا النهاية. مستحيل الكرة الماضية. تدخل ممتاز يبعدها إلى رمية تماس. تتحول الكرة إلى رمية تماس. باولو ديبالا، كرة مع بيكيه. ليونيل ميسي، ميسي بيحافظ على كورته، يتدخل ويسترد الكرة بهدوء. سامي خضيرة، حكم يقرر إعطاء الأفضلية. وصلت اللعب الآن وتحت الفرصة لهذه الكرة. يخسرون الكرة. الحكم يتيح الفرصة لبرشلونة لاستمرار الهجمة. ميسي يتقدم، ميسي ينطلق بالكرة. يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. ضغط رائع من الفريق يستعيد من خلال الكرة. كوتينيو، كريزمان، تسديدة ممتازة للتقدم. الله على هذا الهدف، الله على هذا الضغط. لم يترك للخصم أي فرصة ولا أي وقت للتفكير. الكرة وهي بحوزته كانت الخطوة الأولى في الهدف. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. أنطوان غريزمان، ألفارو موراتا، ملعوبة إلى كوادرادو. البناء هادي حتى الآن لهذه الكرة، ما فيها تسرع بالرغم من أن النتيجة ليست في صالح الفريق. ما زالت الكرة عند ميسي.
افتكاك ممتاز للكرة. دوري أبطال أوروبا أكبر بطولة للأندية، حلم الكثير من اللاعبين الاستماع إلى نشيد الأبطال قبل انطلاقة هذه المباراة. اليوم في الجولة الثانية لدور المجموعات ننتظر بأن تكون الأجواء مناسبة لمباراة كرة قدم حقيقية وكبيرة. خديرة، فريق الخصم بيخلص الكرة. فرانكي ديونغ، تدخل جميل من كليني يستعيد من خلال الكرة. تنفيذ جيد للضغط العالي. ألفارو موراتا، يا سلام على اللوب، هذه فرصة هدف. اختار الحل الصعب، فكر في التصويب، كم ممكن يمرر؟ كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية. كليمان لانجلي، ملعوبة إلى لانجلي. سيرجيو بوسكيتس، ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. بيرسل الكرة على الجناح. باولو ديبالا، يا الله، ركلة جزاء هنا، فرصة لتسجيل هدف التعادل الآن. بدون تردد ركلة جزاء، المدافع يرتكب خطأ ويحصل على كرت أصفر في هذه اللحظات. حارس يتصدى لضربة الجزاء من رونالدو. بيرفعها في وسط المنطقة. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. الكرة مقطوعة من ليونيل ميسي. تدخل بيخلص الكرة. ألكساندرو ينطلق بالكرة في العمق. كرة بين يدي حارس المرمى. الحكم بيضيف دقيقة واحدة لعمر اللقاء. شوط أول نجح فيه الفريق في تحقيق المهم والخروج بالتقدم في النتيجة. والآن مع الشوط الثاني من مباراة دوري المجموعات للتشامبيونز ليج. تدخل خاطئ وبالتالي صافرة، ممكن يكون فيها كارت أصفر. الحكم يخرج البطاقة الصفراء بعد هذا الخطأ الواضح. ديون في انطلاقة هجومية ممتازة. كرة خطيرة لكوتينيو، لابد أن تستغل هذه الكرة. كانت فرصة كبيرة للتسجيل لكنه لم يحسن استغلالها. الكرة إلى ضربة مرمى. ليوناردو بروتشي، ألفارو موراتا، باولو ديبالا، ملعوبة إلى موراتا. بالنظر لأداء غريزمان في الشوط الأول سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف التقدم في الشوط الاول، معنوياته مرتفعه الان، سيحاول ان يضيف المزيد في الشوط الثاني. فرصه خطيره مع ليونيل، كانت فرصه متاحه للتسجيل لكن في الاخير الكره بتروح الى ركله مرمى. المدرب قرر عدم مخاطرة وراح يستبدل اللاعب اللي عنده كرت اصفر. رودريجو بنتانكور انترا كون النمرو 5 ارتور. خوان كوادرادو بدون اي معاناة تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة.
ليو ميسي، كرة هدف لميسي، ممتاز الحارس في التصدي لهذه الكرة. موقف صعب مع هذه الضغوطات. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة، قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. أنطوان جريزمان، كرة لجريزمان فيها خطورة، الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. مر ساعة من عمر المباراة، دخل في النصف ساعة الأخيرة. ألفارو موراتا، ألكساندرو، ملعوبة إلى ألكساندرو، باولو ديبالا، عادت إلى ألكساندرو، ضاعت وتحولت للخصم من جانب ديبالا. أنطوان غريزمان، فرصة لكرة مرتدة سريعة. الحكم يحتسب تسلل على اللاعب المتقدم، حقيقة انه كان واضح على نفس خط الدفاع. راح نشوف اللقطة ونشوف الإعادة. يخسر الاستحواذ. ما زالت الكرة عند ميسي. الأفضلية عند المهاجم، مر فيها من المدافع في هذه اللقطة. كرة بشكل جميل. خطورة مستمرة. غياب كبير من الدفاع في التغطية، شوف الكرة مع المهاجم الآن. ميسي وفرصة هدف الآن. محاولة لكن الحارس يتصدى لها بكل سهولة. الكرة بتتحول إلى ركلة ركنية. الكرة الآن مع الفريق الخصم. كرة بترسل إلى ديبالا. طرف الملعب فاضي أمام ديبالا. ألفارو موراتا، يا الله العارضة بتخلصها. ضاعت الكرة من ليونيل ميسي. الكرة بتصبح في أمام مساحة في هذه اللحظات. خطورة مستمرة. يا رب هدف اعتدال، والبارسا تقدم بفارق الهدفين الآن. تسويبة كانت بدقة كبيرة، شوف كيف حطها بناقة، معذور حارس المرمى. هذه التسديدات صعبة جدا على أفضل الحراس في التاريخ. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. مدرب أصحاب الأرض يفكر بضخ دماء جديدة في الفريق الآن. خوان كوادرادو، سامي خضيرة، الآن مع أرتور، كريستيانو رونالدو، فرصة للتسجيل. نجحوا، انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. المدرب قرر يغير في هذه اللحظات. 9 دقائق تفصل عن نهاية المباراة. غريزمان يتقدم للأمام،
بيعدي فيها، بمر بيعدي، جنزيني يتصدى والكرة ما زالت في الملعب. حارس المرمى يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل. كرة بيخلصها المنافس. فيليبي كوتينيو، هذه فرصة هدف، لابد أن يتصرف. كان ممكن يستغلها ويسجل الكرة بعد ذلك إلى ضربة مرمى. جماهير البلوغرانا تحتفل، جماهير برشلونة في قمة السعادة بانتصار الفريق حتى الآن في الدقائق المتبقية. للعشق، للحب، للتحية الكبيرة لكل المشاهدين والمتابعين، الله على هذا المشهد الكبير لجماهير برشلونة. رونالدو يفقد الكرة، فيليب كوتينيو بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. دقيقتين هي كل ما يحتسب حكم اللقاء كوقت بدأ ضايع. ضاعت العرضية، راحت للفريق الخصم. كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة. يا الله، النيران الصديقة، في مثل هذه الكرات لا تكفي النوايا الحسنة، التركيز يجب أن يكون مطلوب. نشوف إعادة الهدف، نركز مع اللقطة، لأن مثل هذه المواقف أحياناً تنهي مسيرة اللاعبين. إن تسجل في مرماك هدف يأتي مع حمل. والآن صفرة نهاية المباراة وفوز جديد يجعل الفريق في رصيده 6 نقاط بالعلامة الكاملة بعد أول جولتين من مرحلة المجموعات. أعتقد بداية قوية تجعل الفريق في موقف الثقة الآن، والمهم تحقيق أقصى استفادة من هذه الانطلاقة ومحاولة إنهاء دور سيداتي سادتي. تحية خاصة لكم من مدينة برشلونة في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية، مدينة الجمال والأحلام، وفي ملعب يمثل هذه المدينة. معكم فارس عوض من كابينة التعليق. لقاء اليوم يأتي ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. ننتظر الكثير من الندية في هذه المواجهة. من المهم جدا الثبات على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار النقاط، لأن ليس هناك فرص كثيرة للتعويض، ولا بد أن تكون مدركا لقيمة كل مباراة. فرصة للتقدم، دفاع ممتاز، ما زالت الفرصة. مساعد الحكم يعلن عن وجود تسلل في هذه الكرة. الجماهير غاضبة من تجاهل حكم المباراة لركلة جزاء تعتقد بأنها صحيحة من وجهة نظرها. كرة فيها خطورة، يجب بأن تستغل. كوتينيو يقع في التسلل. لقاء مهم اليوم لفريق البارسا ضمن دور المجموعات في بطولة الشامبيونز ليج، البطولة واللي دائما ما عودتنا على المباريات الكبيرة والمثيرة والممتعة بالتأكيد. كرة في مكان خطير، تسديدة لكن جانبية بعيدة عن المرمى.
ليونيل ميسي واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، تصدي الكرة في الملعب. تدخل خاطئ، قد يحصل على بطاقة، كرت أصفر في بداية المباراة. واضح أن الحكم يبغي يثبت شخصيته من البداية حتى لا تفلت الأمور بعد ذلك. كرة حرة من مسافة مثالية للتسجيل الآن. توقع جيد من حارس المرمى للكرة الثابتة، نجح في التصدي لهذه الكرة. ضاعت الكرة من ليونيل ميسي، ممتاز في الضغط العالي، تسديدة ممتازة للتقدم. حكم يطلق صفيرته معلنا وجود حالة تسلل. اللقاء راح يكون سهل بالنسبة لبرشلونة. أنطوان غريزمان، فرانكي دي يونغ، ضاعت الفرصة، يفقد الكرة. استخلاص ممتاز داخل المنطقة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. ضاعت الكرة المرتدة، ضاعت الكرة دون أن تستغل. فاول من مكان خطير، قد نشاهد البطاقة تظهر الآن. إنذار يوجه للاعب، راح يزيد الضغط عليه فيما تبقى من دقائق. بينفذها بشكل قصير. بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب يصبح الفريق مضطرا للتصدي لمحاولات الفريق الخصم بشكل متواصل. بمهارة عالية بيحافظ على الكرة. ضاع الاستحواذ. فرانكي دي يونغ، ألم مع ليونيل ميسي. فرصة هدف الآن. مستحيل، من يقول ما فيها أهداف؟ وفيها أهداف، هدف أول يكسر التعادل. شوف الإعادة، شوف كيف تمكن من التغلب على المدافع، شوف كيف وضع الكرة في المرمى. تتكلم عن المهارة، تتكلم عن الاستغلال. الله على النهاية. برشلونة تقدم في النتيجة كما توقعنا. الكتالان يفرضون تفوقهم في لقاء اليوم. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. بمروة تقدم الكرة. يا لها من فرصة كانت للتسجيل، كان عنده إمكانية للتسجيل لكن لم يستغلها، ونجح حارس المرمى في الاختبار وأنقذ الكرة. كرة مرتدة فيها خطورة. كرة للتسديد الآن. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. هجمة مرتدة مثالية في كل شيء. خطورة كبيرة يمتلك الفريق في الكرات المرتدة بهذه السرعة. الله على النهاية. مرة أخرى مع هذا الهدف، لكن ممكن بأن يتفادى الفريق هذا الهدف. الحارس يتحمل اللوم بشكل مباشر لأن أخطأ في التصدي، فشل في إبعاد الكرة من البداية، وبالتالي تسبب في استمرار الخطورة. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ضاعت الكرة من غريزو. هذه هي الليالي التي تنتظرها عشاق كرة القدم. ليالي دور الأبطال، ما أجمل الليالي. ليالي عزف النشيد، ليالي الإثارة والندية بين أكبر الفرق الأوروبية في مسابقة هي الأفضل على مستوى الأندية حول العالم. ميسي بيحافظ على كورته.
فيليب كوتينيو، غريزمان، الكرة بتضيع من كوتينيو، لحظات وتنفذ رمية التماس. ليونيل ميسي، غياب كبير من الدفاع في التغطية. شوف الكرة مع المهاجم الآن، فرصة هدف في هذه اللحظات. انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل، وبالتالي لا خطورة على المنافس. يسير بالكرة باتجاه المرمى، تدخل ممتاز هنا، بيعدي فيها، بمر بيعدي، لابد أن تستغل هذه الكرة. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. لونجلي بشكل سليم يبعد الكرة. الثلاث نقاط. والآن مع الشوط الثاني من مباراة دوري المجموعات للتشامبيونز ليج. فراي، فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة، تدخل رائع بتوقيت مثالي. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. بيكي وممنوع المرور. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. فرانكي دي يونغ، تدخل ناجح على الكرة. كرة بتتخلص عن طريق بوسكيس. تقدم ممتاز باتجاه المرمى، محاولة تقليص الفارق. أوهو، هذه كرة العودة في المباراة من جديد. كيف أهدرها؟ ماذا أضاع؟ فرصة ذهبية. الآن لابد من مواصلة الضغط والبحث عن فرص أخرى. إنسو فاتي، كوتينيو، أنطوان غريزمان، تصل إلى فيليب كوتينيو. كرة خطيرة لكوتينيو، الهجمة ما زالت قائمة. رمية تماس لصالح برشلونة، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. فراي يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، مستحيلة هذه الكرة. شوف الانفراد بحارس المرمى، شوف التنفيذ، شوف التصويبة. الكرة كانت محتاجة عقل بقوة. ضاعت الكرة، ضاعت اللقطة. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة. شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر.
تدخل خاطئ في هذا التوقيت، ممكن أن نشاهد بطاقة. انذار على جوردي ألبا. تدخل قاسي في هذه الكرة، هنا قد نشاهد كرت من حكم المباراة. حكم يخرج الكرت الأصفر في وجه اللاعب بعد التدخل الأخير. تدخل سيء، ممكن يكون فيها بطاقة صفراء. قد تكون كرة صعبة ومن مسافة بعيدة، لكن ممكن يحاول، ممكن يسدد باتجاه المرمى. الحارس يخرج من المرمى ليمسك الكرة. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. فيليب كوتينيو. فرصة خطيرة هنا. كرة ما زالت خطيرة. انطلق بشكل مبكر، وقع في التسلل. كرة كانت من الممكن أن تشكل خطورة. تغيير ذكي من جانب المدرب، شوف يخرج فيه اللاعب اللي حصل على كرت اصفر حتى يتجنب اي مفاجآت في اللحظات القادمة. ضاع الاستحواذ. حكم رايح يحتسب تسلل. هنا في مكان خطير. من جديد ضاعت الكرة. كوتينيو. غريزمان. تعود إلى فيليب كوتينيو. أوهو، تدخل خاطئ، قد يخرج الحكم الكرت الأصفر الآن. كرت أصفر في وجه اللاعب كوتينيو. مستوى خيالي يقدم الفريق في المباراة، سيطرة تامة على